اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم اخوان، اخوكم من اهالي الناصريه من الشطره. الحمد لله والشكر فضل رب العالمين. هاي التفقيسه وضعت بيها 40 بيضه 5 ورا 7 ايام، 5 كان ما ملقحات والباقي كله الحمد لله والشكر كله طلع. البارحة بدأت التفقيس عندي، هاي صار يوم ونص وفقاسة برنسي 56 EX. ما تعبتني صراحة، هذا بطل مال مي مال بيبسي ترسته مي، هاي من أول حضانة لحد هسه كل أسبوع مر عليها مرة. عندي مصدر مال عاكسة قليلة الحمد لله والشكر، يعني ارتاحيت كلش. قبل كنت استخدم دجاج مال كرك، يصير هواي هلاكات، البيض ما يطلع ما يفقس، وتحياتي لكم اخوكم من الشطره ابو مؤمل. وين الشطره؟ اي واحد يحتاج اي معلومه انا حاضر، وتحياتي شكرا جزيلا.